طيب قبل ما نغوص في اخبار حلقتنا النهارده وفقراتها، خلينا نتكلم في اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات، خصوصا قبل خلاص التوقف الدولي اللي هيكون على مستوى العالم كله، لان في تصفيات كاس عالم وفي بعض الارتباطات لمختلف المنتخبات. فنبتدي بالدوري الانجليزي، الدوري الاكثر اثاره، وهو ممكن يكون مثير كمان كبطولة دوري وكماتشات كتير، لكن هو مثير على مستوى الفانتازي، لان الفانتازي كل اللي بيلعبوا اللعبة دي الجولة دي تحديدا ارقام صعبة قوي قوي في الحقيقة يعني. فالنهاردة استكمالا للجولة السابعة في هذه البطولة، كان في ماتش ما بين كريستال بالاس وليستر سيتي الساعة 3 العصر، انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2. في نفس التوقيت كان ويستام مع برينتفورد، وبرينتفورد فاز بنتيجة 2-1 على ملعب ويستام في مفاجأة تعتبر من ضمن المفاجآت. وبرينتفورد في الحقيقة بادين الدوري السنة دي بشكل ممتاز، وأعتقد إن هم كده وصلوا للنقطة التاسعة في 7 ماتشات، يعني ماشيين بشكل جيد جدا في الحقيقة. في نفس الوقت ويستام اللي فازوا على ليدز يونايتد في المباراة الأخيرة بنتيجة 2-1 بيخسروا على ملعبهم بنفس النتيجة. كمان الساعة 3 أيضا في نفس التوقيت كانت مباراة توتنهام وأستون فيلا. توتنهام بيعود للانتصارات بعد إخفاق لثلاث مباريات متتالية، ابتدى الموسم بثلاثة فوز وبعد كده 3 هزيمة، وأخيرا عاد للانتصارات مع نونو سانتو المدير الفني السابق لولفرهامبتون والحالي لتوتنهام عشان يفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-1. وأستون فيلا كانت الأسبوع اللي فات عملت مفاجأة كبيرة جدا بالفوز على مانشستر يونايتد في الأولد ترافولد بنتيجة 1-0. هو دوري في الحقيقة ما حدش يقدر يتوقعه أبدا ولا يتوقع أي نتيجة فيه يعني. أهم مباراة في الجولة وهي مباراة القمة الساعة 5:30، كمان 30 دقيقة من دلوقتي، مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي في ملعب الأنفيلد. على ملعب ليفربول مباراة غاية في القوة والإثارة والندية بكل تأكيد، لما يكون اثنين من أبرز الأندية في العالم مش بس في إنجلترا يكونوا هيلعبوا بعض. وعلى مدار السنوات السابقة المباريات دي تحديدا كانت كلها إثارة وقوة. نجمنا المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي كما هو المعتاد، ليفربول عنده 14 نقطة في المقابل مانشستر سيتي 13. ليفربول محتاج ان هو يكسب عشان يرجع لصدارة الجدول بعد ما فاز امبارح تشيلسي وبقى موجود في الصدارة. بالتالي خلينا اقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين، لان ده امر مهم جدا وبيهمنا بشكل كبير بسبب نجمنا المصري محمد صلاح. تشكيلة ليفربول صاحب الملعب أليسون بيكر في حراسة المرمى، ميلنر باك رايت، ماتيب وفان دايك اثنين مساكين، روبرتسون باك ليفت، فابينو وهندرسون وكورتيس جونز في وسط الملعب، وثلاثي الأمامي ماني وجوتا وصلاح موجود فيرمينو في الدكة. أما بخصوص تشكيل مانشستر سيتي والروتيشن اللي دايما بيعمله جوارديولا، في حراس المرمى إيدرسون الحارس البرازيلي، في خط الدفاع ووكر في كظهير أيمن، دياز ولابورت كمساكين، كانسيلو كظهير أيسر، رودريجو ودي بروين وبرناردو سيلفا في وسط الملعب، جابريل خيسوس في الهجوم هو وفودن وغريليش طبعا الوافد الجديد من أستون فيلا، محرز طبعا النجم العربي الآخر في دكة البدلاء. نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح ويتألق بإذن الله تعالى في هذه المباراة المثيرة. ده فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي. فيما يتعلق ويخص الدوري الأسباني، فالنهاردة في بعض المباريات الهامة. أول مباراة كانت الساعة 2 الظهر ما بين إليتشي وسيلتا فيجو، إليتشي فاز بنتيجة 1-0. إسبانيول حتى الآن مباراة لم تنتهي، متقدم على ريال مدريد في مفاجأة من ضمن المفاجآت برضو بنتيجة 1-0، المباراة اللي شهدت عودة توني كروس بشكل أساسي في التشكيلة الخاصة بالمرينجي. الساعة 6:30 مباراتين في الدوري الأسباني، ختافي مع ريال سوسيداد، وفيا ريال مع ريال بيتيس، والساعة 9 بالليل غرناطة مع إشبيلية. الدوري الايطالي ايضا عدد من المباريات، بولونيا الساعه 12:30 لعب مع لاتسيو وفاز 3-0، هيلاس فيرونا لعب الساعه 3 مع سبيزيا وفاز 4-0، سامبدوريا لعب ايضا الساعه 3 مع اودونيزي ومباراه انتهت بتعادل مثير جدا بنتيجه 3-3 بين الفرقتين. الساعه 6 في ماتشين، فيورنتينا مع نابولي وروما مع امبولي، والساعه 9 على ربع اتلانتا مع ميلان. ابرز مباريات اليوم كمان في الدوري الفرنسي، وهي مش اي مباراه، مفاجأة من العيار الثقيل جدا جدا جدا، باريس سان جيرمان بتشكيلته المتكاملة برباعي في الهجوم، تخيل مين هم، دي ماريا وميسي ونيمار ومبابي، الأربعة لعبوا بشكل أساسي ما كانوش موفقين خالص في الشوط الأول لغاية الدقيقة 45 أو الدقيقة كمان الوحيدة اللي كانت في الوقت بقى ضايع من الشوط الأول، تقدم فريق استاد رينيه
بنتيجه 1-0، ومع بدايه الشوط الثاني اضافوا الهدف الثاني وتنتهي المباراه بتفوق ستاد رينيه على باريس سان جيرمان بنتيجه 2-2. في مباراه في الحقيقه مفاجاه كبيره جدا، وزي ما احنا متعودين دايما يا جماعه الموضوع مش بكتر النجوم معاك في الفرقه على قد ما هو سيستم اللعب والرغبه الدائمه في الفوز والانتصار. حتى الان ميسي لم يحرز اي هدف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، جاب بس هدف مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا.